مروان، خلينا ناخذ رايك انت وناخذ رايك في المبلغ المالي 30,000 يورو تقريبا، مش مبلغ كبير معمول مدرب في حجم الترجي الرياضي التونسي. اكيد اسلام، اليوم ممكن برافو للهيئه نتاع الترجي، خاطر اليوم كي تحب ولا تكره انترونور اترونجي ياخذ في 30,000 يورو يتسمى باهي في تونس. مي باش نقيم كمدرب، يظل المفاهمه ما كانتش على زوز مقابلات هذوما اللي عداهم كاردوز، يظل المفاهمه كانت كيما نقولوا بعد الشامبيون فينال تشامبيونز ليغ كاردوز، وممكن باش يزيدوه عام اخر، خاطر راهو تحب ولا تكره بارابور ليفيكتيف اللي حكيت عليه عام ناول اليوم، معناتها اللي حكيت عليه عم ناول، ممكن كاردوزو نجح مع الفريق هذايا، مشى على حسب ليفيكتيف، وكي توصل بيه فينال يظل حاجه كبيره بالنسبه للتراجي. علاش ليه اليوم ايفيكتيف معناتها وفرته ملعبيه وقادر اليوم كاردوزو ينجم مثلا يعمل حاجه مخير من عم ناول. تبقى ممكن فما ملعبيه في التراجي تخلص اكثر من لونترونور، هذايا اللي حاجه مش باهيه. خاطر علاش كونترونور ديما قدروا اكثر من الملعبيه. فما حاجه اخرى خويا اسلام سامحني، زاده ناخذ على شخصيه المدرب. والملعبيه في العهد الاحتراف تعرف تقيم المدرب. ملاعبي توا يعرف ايش معناتها الخدمه اللي قاعد يخدم فيها المدرب اثناء التمارين. اذا فما قناعه نتاع لاعبين، راهو تجديد عقد وزيدوا في السالير، راهو سي با دوني ا تو الموند. لابد تكون فما كيفاش يقولوها تقييم صحيح، مش ماهيش لعبه باش تعاود المدرب. واذا حد الان ديسبيرونس مع كوردوزو خلينا نقولها ما هزت شيء، شنو اللي هزت ديسبيرونس زيت؟ صحيح عندها مده ما هزتش كوب دافريك وهذا الهدف نتاعها، لكن ديما نقول لك خويا اسلام ولابد العقليه نتاعنا، انا حسب وجهه نظري المتواضعه مانيش قاعد ناثر انا حتى حد، انا فلسفتي نحكم على مدرب اثناء العمل نتاعو وليس اثناء المباراه. ينجم المدرب يخدم، تعرف اندري ناجير الله يرحمه كان في الكلوب افريكان، ونتذكرها الكلمه اللي قالها، قال له ديمون سي مون جور دو كونجي. في رايك معناها يستحق معناها تجديد انا ما نجمش، انا مانيش ممبر في الكوميسيون تكنيك. متفاهمين الحمد لله، رايك انت كمتابع اكيد اذا الترجي الرياضي ورئاسه حمدي المدب بجدت هذا المدرب وتعطيه زياده معناتها تشجعوا بتزيدوا في الصدر، سيرتينمون فما معناتها فما كونفيونس، ممكن فما كونفيونس في المدرب. لا ممكن على نظريتي كما قلت لك بارابور ليفيكتيف نتاع عام ناول وصل فينال معناتها ما هزهاش الشامبيونز ليغ ورشح الترجي الكوب دو موند وهز بطوله، معناتها على حسب الامكانيات ليفيكتيف اللي موجوده عام ناول. مليون ممكن فما حاجه اللي كونه العام هذا اليوم موفر له الملعبيه، اليوم عندها ملعبيه الترجي قادر باش يهز الشامبيونز ليغ، ممكن في الكونترا فما اذا صورت ما نجحش الشامبيونز ليغ ما هزهاش، ممكن كاردوزو ما تلقاهوش عام الجاي. نجم تكون فيها هذه الحكايه في الكونترا. ما في باليش فما حاجه ممكن باش تعمل، خاطر اليوم وفرت لك كم لعبيه عامله ولا صحيح ما هزتهاش. اليوم الترجي مطالبه اليوم ماهيش باش تهز فينال، معناتها ماهيش توصل فينال، ممكن الاوبجيكتيف تهز الشامبيونز ليغ. مي ممكن في الكونترا موجود معناتها مع ليفيكتيف عاقد باهداف، اليوم تنجم على مثلا باش تلعب تشارك على اربع تيتروات على قليله يهز لهم دو تيتر. انا سلام فقط باش نعطيك رحب بالاستاذ كمال بن خليل، مرحبا. مرحبا بك. نحكيو على تجديد عقد كاردوزو مع الترجي في تونس. انا والله فرحت نخسي المروان ما رقدش امبارح، اشكر اول مره ملي بديت مع مروان انا بديت استغربت شوي، اشكر هيئه الترجي، ومن بعد في الاخر استنيت حكايه راني قال كيفاش لونترونير ياخو اقل من معناها انشيلوتي ياخو اكثر من مبابي توا في ريال مدريد، كل واحد اسمه. انت تقصد في البلايلي كالعاده ترجع وتقول البلايلي ياخو في 230 كيفاش لونترون كيفاش من جبت المبدا انت لونترونير لازم ياخو اكثر؟ اي فما اونترونير تتعامل يا خويا مثلا يقول لك انا جوار ما يخش اكثر مني، مي هو معناتها اليوم خاطر كاردوزو ما عندوش خيار اخر، ممكن عز معناتها يرضى باللي هو موجود خاطر اليوم يتحب ولا تكره يراني في الطريق. تو اسلام مثلا تبقى راهو ديما الجوار ديما يكون اقل من الانترونور. لازم نقول لك حاجه، انا مثلا تو ما عنديش المعلومه الثابته، يمكن الاستاذ كمالي كي نقارنوا مثلا السالير نتاع كاردوزو والسالير نتاع بيتوني، ما عادش بعاد على بعضهم من 30,000، ما عادش انا بيتوني شيخ ونتصور ياخو اكثر، نتصور اكثر. هذه حاجه، حاجه ثانيه اذا كان الترجي مقتنع بعمل كاردوزو علاش عام برك
وعلاش ما طالتش الاستمرارية 3-4 سنين وتعطيه مرحلة علاش عام بركة؟ وفي العالم الكل معناها اللاعبين يخلصوا أكثر من المدرب، معناها يا أخي تتصور أنت كريستيانو مدرب النصر يخلص أكثر منه، ولا ميسي مدرب أنتر ميامي يخلص أكثر منه، في العالم الكل موجودة، ولا مبابي تتصور أنشيلوتي ياخذ أكثر منه؟ مستحيل معناها. هذا كليشيه قديم معناتها ما عادش، معناها مدرب لازم يكون يخلص أكثر من اللاعبين. خليني نقول لك أنت أستاذ وكنت تخدم في الكلوب في الهيئة. ليه عادي معناتها، لانه بالعكس كي تشوف انت مش نعملوا احصائيه تلقى معناتها انه في اغلب الحالات الملاعبيه ثم ملاعبيه يخلصوا اكثر من المدرب، يعني معناتها وضع عادي. بون الاسامي الكبيره بالطبيعه، الاسامي الكبيره فترجي مش الكل يخلصوا اكثر من المدرب ديجا، معناتها سي اون اكسبسيون موجوده ولا الظاهره يحكيوا عليها، خاطر اكسبسيون اللي هو غوارديولا. غوارديولا ما يقبلش معناتها ويقول انا جو سوي لو برومي لا بريمير فيديت، وانا كي قلت فما انترونيرات مي اي معناتها ديجا باش تفهم اللي هو استثناء. هو دي بروين اكثر واحد يخلص في السيتي، من عاش اكثر غوارديولا اكثر منه، غوارديولا اكثر منه، هو غوارديولا قالها مره، قال انا ما نقبلش انه ثمم لاعب يخلص اكثر مني. لكن كمال هنا في تونس راهو تحب ولا تكره لونترونير يخلص اكثر من الجوار، ما ينجموش شويه سمسير وجوارات اللي يجيبهم وكذا تلقى روحه خالص. هو الفيكو نتاع كاردوزو قبل ما يجي للترجي ومسيرته، اعتقد انه الترجي تعرف تقيم لا نتاعها، تعرف تقيم 30 الف يورو معناتها مبلغ محترم زاد بالنسبه لل زاد كاردوزو ماهوش معناتها اسم كبير في عالم التدريب، مدرب نونت راه مدرب سالتا فيغو معناها شوف فرق محترمه جدا. اوكي ما نجحش برشا معاهم صحيح، فوالا لكن في السي في نتاعو عنده نونت مش شويه معناها ما نجحش. نونت هيك فريق كبير في فرنسا معناها، لا ما عادش يا حصل اي كي معناتها اسم كبير معناها، اي وقت يدربها ماهيش فريق كبير، وقت يدربها دابور مش في الناسيونال وزيد ماهيش فريق كبير ما عادش. انا راى انه المبلغ معناتها شوف مادام وصل قبل المبلغ هذا يعرف الإدارة الترجي قيمته ووفق الفالور نتاعو، وما نصورش معناتها هو قابل مبلغ بالسيف عليه، دونك اعتقد انه وفي النهاية هو امر معناتها حتى كحديته متر سامحني اخي هو في السي في معناتها شنو الفرق اللي دربهم معناتها ما يلقاش خير من الترجي ولا صحيح. هذاش كنت نحكي له بس اذا حبيت تقول حاجه. حبيت نقول انه من اكبر اغلاط، وهذا رايي المتواضع نعاود نرجع، وانه غوارديولا ما يقبلش ملاعب ياخذ اكثر منه. يا ولدي لونترنور يعيش بالجوارات يا ولدي، يا اخي انشيلوتي ونجاحه في ريال مدريد كمدرب معناتها تشوف لاتاك اللي عنده فما شكون عندهم الان الاعلى نتاعهم الضخم كيما مورينو كيف كيف يا سلام. انا كي راني ريال مدريد نهز بها الكوب دافريك الكوب دروب عندي هكا لاتاك هذيك، ما يخسرني جوار كيف لونترنور يا خويا راهو مش معناتها ملاعب يقول هو اللي بيجي يجيب لك التيتروات كيفاش ما نقبلش انا ملاعب ياخذ اكثر مني وعليه وشو المشكله وين البروبليم وين البروبليم انا جو مو دوموند اصل مروان هو قال الموضوع ليه سليه ما فما اسماني انا معك انا معك ليه نعرف انت نجاح كي هو قالها غوارديولا قالك ولا جامش انا راني جامعيه صغيره اكثر مني باش تعرف اكثر منه ربي دقيقه انت كاونترنور تعطي السي في نتاعك ورانيت وهزيت كوب الكوب شامبيونز ليغ وهزيت درجه يشوف الكارير نتاعك انت كونترنر شكون من اللاعبين اللي كانوا معاك يدي نحكي لك اللي عنده رونالدو اللي عنده بابي واللي عنده درجنو تقول لي انا علاش يخلص اكثر مني انا غوارديولا كان ياخذ اكثر من ميسي في برشلونه ايوا اي بونكر كان ليه لا وقتها ليه في بداياته ليه لا نحكي لك هو في السيتي مشكله العلاه مشكله انا راه جيفو علاه سامحني انت كي تحكي على اللاعبين انت في السيتي انا نقول لك غوارديولا ردها جمعيه من اليوم لاعبين صحيح فما كاليتي ما لازاد حاسب الوقفه نتاع لونترونور والتكتيك ودرا شنو في السيتي ما عندهاش لاعبيه بهينه ممكن كراسها غوارديولا اي نحكي لك الكاليتي نجم نعطيك كاليتي نتاع لاعبيه ما تنجمش توفرهم في التيران ما تنجمش تعمل بهم حتى شيء انا نعرف بيان سور زاد حتى لونترونور عنده قيمه اللي نجحني حتى لونترونور عنده قيمه ما قلتوش زاد سريدار نعطيك برشا ملاعبيه ما قلتلكش ليه لكن هاي ريال مدريد نهار لحد الجوار ريال مدريد وصلت بيكام وبزيدان وباللي تحب انت وما هزت حتى شيء يتفاعل معنا استاذ على الكلمه اللي قلتها صديقنا عمر الدريدي يبعث لي ميساج يقول لي دي بروين يخلص اكثر من غوارديولا يقول لي 2.02 مليون يورو بروت شهريا وغوارديولا ياخذ 1.94 مليون يورو شهريا مشكور صديق لكن انا مثالش نسميه اي تفضل انا سميت انا في ميسيون كالبيين الوثائقي
قاعد نتفرج غوارديولا قدامي شدني معناتها انترفيو مع غوارديولا قاعد على كرسي اونتر اوتر حكي جبد الموضوع هذا قال انا راني جو سوي لا بروميير فيديت وما يخلصوش اكثر مني معناتها انا سمعتها منه هو اي تصير تطورات اكيد بعد صارت من بعد تطورات اما انا سمعتها منه هو معناتها ما قلتهاش من راسي بكشي بكشي اسلام يحكي حتى ببليسيتي واحد غوارديولا ما نصورش كان عنده في لا هو راه ثم ملاعبيه تراني اخزر هو غوارديولا راه سي اون اكسبسيون معناتها ما ثمش منه برشا في الان الاعلى نتاعو معناتها مغرور برشا بلغتنا بلغه الشارع غوارديولا مغرور فهمت والغرور نتاعو هذا ربما خلاه قال ديكلاراسيون ذيكا فهمت وحتى في التيران تشوفوا معناتها تو غوارديولا مثلا ما يحشمش من ملاعب كبير برشا يحطوا اليكار ولا بلغه الشارع سامحوني في الكلمه يهنتلو في التيران اذا كان ما عملش يشوف روحه هو ستار ولا فما نوع من غيره انا اسمي غوارديولا جيبي بابي بابي فيدت كبيره دونك اسمي انا باش يدوب شويه فما انانيه لهنا بالعكس لونترنور يزمو يفرح وقت اللي يلقى اون تري غراند فيدت كيفي لا ديفيرونس لو جور دي ماتش سي با لونترنور كي جو نهار لحد عاود نقولها الله يرحمه اندري ناجي قاد مون كونجي سي لو دي